نسمع ونرجع. وأن نسعى لإقناع اللبنانيين به ولتعميم هذه الثقافة. أتيتم من كل المناطق والطوائف لاقتناعكم العميق بأن لبنان المدني هو السبيل للعيش معا في دولة ناجحة. نحن في التيار الوطني الحر مؤمنون بوحدة لبنان وبأن الحياة معا يجب أن تبقى خيار اللبنانيين وليس فقط قدرهم. نحن مقتنعون بأن فشل الدولة سببه سوء النظام وبأن الحلول لأزماته تكمن في إصلاحه وليس بفسخ العقد الاجتماعي بيننا. يعني صدقونا نحن جربنا كل شيء، جربنا الإقصاء الكامل من الدولة مش من الحكم من 1990 إلى 2005، وجربنا الإقصاء من الحكم من 2005 إلى 2008، وجربنا الحكم بمختلف مراحله وما في حل من قلب هيدا النظام، ما في حل إلا بتغييره أو بتطويره. يدرك التيار الوطني الحر عمق التحولات الحاصلة في لبنان والإقليم، وقد شكل الانهيار المالي مؤشرا خطيرا على انهيار بنيوي في النظام بمستوياته الأخلاقية والسياسية وبخياراته الاقتصادية والمالية. وما أزمة تهريب أموال اللبنانيين إلى الخارج ورفض استعادتها، وسرقة أموال المودعين ورفض محاسبة المرتكبين سوى دليل على أكبر انحطاط أخلاقي شهده لبنان. يأتي هذا المؤتمر فيما اللبنانيون هائمون في البحث عن سبل الخلاص بعد صدمة 17 تشرين 2019، التي أخرت مؤتمرنا والذي كان مقررا في 2 تشرين 2019، كما يأتي عشية استحقاقات داخلية وفي مناخ دولي متوتر له دور في رسم مستقبل منطقتنا. نحن تيار سيادي لا نقبل أن يكرر الخارج مستقبل وطننا، وننبه جميع اللبنانيين إلى أن الفشل في الاتفاق فيما بيننا على نظام قابل للحياة والنجاح سيعطي للخارج ذريعة ليفرض هو علينا ما يرضيه وليس ما يرضينا، وما يؤمن مصالحه وليس ما يؤمن مصالحنا. وطننا على مفترق حقيقي، ففشل النظام صار مصدرا للانحلال، أما إصلاحه فسيكون سبيلا للنهوض ويستلزم وعيا وإرادة وعملا مشتركا. نحن لا ندعي أننا نملك وحدنا الحل الأمثل، ولا يجوز لأحد أن يدعي ذلك، لكننا نملك مقترحا نضعه أمام اللبنانيين وندعو لحوار حوله. لقد أخذ علينا أننا في النظام الطائفي المعمول به كنا متشددين في المطالبة بحقوق المسيحيين في الدولة، وهذه حقيقة لا ننكرها بل نتمسك بها، لأننا نتمسك بالشراكة الوطنية فيما سعى غيرنا في السابق إلى فسخ الشراكة بحجة تأمين الحقوق. إن اقتناعنا بالشراكة يقودنا إلى التمسك بالحقوق طالما بقي النظام طائفيا.
أما طموحنا فهو الانتقال من حقوق الطوائف إلى حقوق المواطن، لأننا أساساً تيار عابر للطوائف وطامح لتجاوز الطائفية وصولاً لإلغائها وتحقيق العلمنة بالشكل الكامل وبالفصل الكامل بين الأديان والدولة. إننا جاهزون لذلك ليس تحدياً وإنما عن اقتناع تام بأن المواطنة هي الخلاص. ننطلق في مشروعنا في محاوره السبعة من وثيقة الوفاق الوطني التي كنا خارجها ولكننا ارتضيناها دستورا، ونتعهد بأن يكون همنا في المجلس النيابي المقبل ترسيخ الدولة المدنية من خلال أولا، وهذا مشروع أقرينه نحن بنظامنا بالتيار كمشروعنا السياسي بمؤتمرنا سنة 2021، أولا العمل على سد الثغرات في الدستور، ثانيا استكمال تطبيق الوثيقة، وثيقة الوفاق الوطني، وتطويرها بحيث تصبح ميثاقا وليد إرادة اللبنانيين وليس فقط وثيقة فرضتها في حينه معادلات وموازين خارجية. ثالثا العمل على إقرار القانون المدني الموحد للأحوال الشخصية. رابعا إقرار قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة ليصبح للبنان نظام إداري ومالي عادل وفعال. واللامركزية منا لا تقسيم ولا تجزئة ولا حتى فدرالي، وحرام تخويف الناس منا وتصويرها على هالشكل من دون ما نكون عم نحترم التنوع الكبير عند اللبنانيين داخل كل طائفة وداخل كل مذهب وداخل كل منطقة، وهي السبيل لاحترام هالتنوع والحفاظ على الخصوصية وإنتاج نظام إداري ومالي فعال وعادل لكل اللبنانيين. خامسا إقرار قانون انتخابات نيابية على أساس النسبية في الدوائر الموسعة مع تحديد برنامج زمني للخروج من القيد الطائفي. سادسا إنشاء مجلس للشيوخ يتم انتخابه وفقا للتمثيل المذهبي المباشر، وتكون صلاحياته التشريعية متصلة بالمسائل ذات الطابع الكياني والمرتبطة بخصوصيات المكونات حفاظا على تنوعها وتميزها وهوياتها الثقافية والدينية. ويجوز لنا هنا التفكير جديا بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب على دورتين، للحفاظ على خصوصية الموقع ورمزيته وتمثيله لكافة اللبنانيين.